إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنقف في هذا اللقاء مع هذه السورة المباركة، ألا وهي سورة التكاثر. وسورة التكاثر سورة مكية، وعدد آياتها 8 آيات. وهذه السورة المباركة تحدثت، وكان مقصود هذه السورة الترغيب في الآخرة والزهد في هذه الدنيا الفانية. الله سبحانه وتعالى استفتح هذه السورة المباركة بقوله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر أي أشغلكم حب الأموال وحب الأولاد ونعيم الدنيا وزينة الدنيا عن طلب الآخرة، حتى صرتم إلى المقابر، وحتى صرتم من أهلها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. روى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: ألهاكم التكاثر، ثم يقول ابن آدم: مالي مالي، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله ويبقى العمل. وقال ابن بريدة: هذه السورة أو هذه الآيات نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار، وهما بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: فيكم فلان ابن فلان، وقالت الأخرى مثلها، فالكل يتفاخر بنسبه، الكل يتفاخر بنسبه ووجاهته. ومن كثرة التفاخر بأنسابهم ذهبوا إلى المقابر وقالوا: فينا فلان وفينا فلان، فهل فيكم فلان ابن فلان مثل فلان ابن فلان عندنا؟ وهكذا قالت القبيلة الأخرى. فأنزل الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، أي ألهاكم التفاخر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والأرجح والمعنى الصحيح هو المعنى الأول، وهو ألهتكم الدنيا وألهاكم نعيم الدنيا وزينة الدنيا عن طلب الآخرة وعن الاجتهاد لما بعد الموت. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هي كلمة زجر. كلا كلمة زجر ووعيد، وكرر هذا الوعيد: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وعيد بعد وعيد، فيه تهديد لمن انشغل بهذه الدنيا عن الآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. يستحب الوقف عند رأس هذه الآية، لأن الجواب في هذه الآية محذوف. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي وتروا من شغلتم به من هذه الدنيا وما ألهاكم عن الآخرة. والعلماء قالوا: اليقين 3 مراتب. اليقين ينقسم إلى 3 مراتب: علم اليقين، علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. العلم هو الاعتقاد القلبي والتيقن على هذا الأمر، والعين أي الإبصار، أن يرى هذه الآية بعينه، وحق اليقين أن يلامس هذا الحدث بنفسه. وهذا ما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال المفسرون:
أراد إبراهيم عليه السلام أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، أي من العلم الذهني والاعتقاد القلبي إلى المشاهدة، وليس من رأى كمن لم يرى. إبراهيم عليه السلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، ولكن يريد أن يرى هذه الآية بعينه، فأمره الله سبحانه وتعالى بتقطيع الطيور وتوزيعها على رؤوس الجبال، ثم ينادي على هذه الرؤوس وهذه الأشلاء فاجتمعت أمامه، وتحقق عنده عين اليقين، وتحقق عنده حق اليقين، لأنه لامس هذه الآية بنفسه. فإذا اليقين ثلاث درجات: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي العلم الاعتقادي الذهني، لترون الجحيم، أي في يوم القيامة، وهذا تأكيد وقسم، أي والله لتبعثن في يوم القيامة ولترون الجحيم، أي النار يوم القيامة، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ستكون الرؤية بهذه العين، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ختم هذه السورة بهذه الآية المباركة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي يوم القيامة سيسأل الإنسان عن نعم هذه الدنيا، عن نعمة الصحة، نعمة الفراغ، نعمة المال، نعمة الأولاد، عن هذه النعم جميعا سيسأل. وحدثت قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، اشتد الجوع على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فدخل بيته بعد صلاة الظهر فلم يجد طعاما، فقال: سأذهب إلى بيت عمر. وهو يمشي في الطريق التقى بعمر وقد خرج من بيته وقد اشتد عليه الجوع، وهما يمشيان في الطريق التقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ فقال: يا رسول الله، الجوع. قال: أخرجني الذي أخرجكم، هيا بنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيا بنا. فذهبوا إلى رجل من الأنصار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأنصاري وطرق بابه، فقالت امرأته: لقد ذهب يستعذب لنا الماء. فأرسلت إليه فجاء، فقال: من أكرم أضيافا مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أي لا تذبح شاة تحلب منها. فقام وذبح لهم شاة، وقام وأحضر لهم عذقا فيه رطب وفيه تمر وفيه بلح، فأكلوا من الرطب والتمر والبلح، ثم أكلوا من هذه الشاة. وبعد أن انتهوا من الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن يومئذ عن النعيم، أي يوم القيامة سيقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ويسأل عن هذه النعم التي أعطاها الله إياها من الأموال والأولاد والأزواج، وكيف أشغلته عن الآخرة وعن النعيم الحقيقي. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.